نروح لكابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، يقول لنا رايه في اداره المباراه تحكيميا اليوم. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، وانت اللي تشرف ومنور ودايما مطالب كريم. معلش انا هنط نطه كبيره، انا عارف ان انت هيبقى عندك كذا حاله، بس انا مباشره هسالك على ضربه الجزاء. بص، الناس كلها يعني طبعا بتتكلم النهارده، طبعا مصر كلها كانت مع الاهلي النهارده، مش قصه جمهور الاهلي بس، الناس كلها بتشجع الاهلي النهارده بحامل الاحوال عشان بيمثل مصر طبعا. فالناس كلها كانت يعني مش عايزه، يعني كله بيشكك في ركله الجزاء، لكن احنا بنتكلم كراسه تحكيميه. ركله جزاء احتسب الحاجه، كان موجود في مكان ممتاز سيمون مارسينيانك، موجود في مكان في زاويه رؤيه واضحه جدا. احنا طبعا لما شفنا النهارده التحكيميه في الاول قلنا ركله جزاء مش مظبوطه، لكن في الاعاده لقينا ان ركبه بيرسيتاو الشمال راحت مباشره لرجل مارسيلو اليمين، هي دي اللي عملت الاعاقه باهمال، وبالتالي كان في خطا موجود، في اعاقه موجوده باهمال، ركله جزاء بدون انذار وقرار صحيح من حكم المباراه. طبعا حكم الفار بيراجعها والمراجعه صحيحه وركله جزاء صحيحه. طيب في قرارات ثانيه كانت مؤثره في نتيجه المباراه النهارده؟ كان في لقطتين لكهرباء، واحده في الدقيقه 8 كان لاعب الاهلي طلبوا بركله جزاء، الالتحام كان موجود والالتحام كان طبيعي جدا، مفيش لا يرقى لاحتساب خطا لصالح كهرباء من مدافع الفريق البرازيلي، لكن في الاخر مفيش فرق جزاء واستمرار اللعبه كان قرار صحيح. لقطة تانية كان برضه الشوط الثاني كهربا وقع في لقطة، كان لاعب الاهلي برضه طالب بركلة جزاء. اللقطة برضه مفيش فيها دافع، مفيش فيها مسك، مفيش فيها خطأ واضح على المدافع البرازيلي. احنا بنتكلم ان اللقطة لا ترقى لاحتساب ركلة جزاء، برضه الحكم ما احتسبش، حكم الفار ما تدخلش ومراجعة كانت صحيحة ومفيش ركلة جزاء. احنا بنتكلم النهارده ممكن نختلف معاه في انذار، انذارين، ثلاث انذارات في المباراة، لكن في الاخر يا كريم مفيش خطأ تحكيمي مؤثر نتكلم فيه النهارده. ان سيمون طبعا هو مش عاجب الناس النهارده في مصر كلهم، يعني مش هقول لك جمهور الاهلي بس، هو النهارده كل الناس بتتكلم ان الراجل احتسب ركله جزاء والاهلي خسر، فكل الناس مش عاجبهم عشان ان الاهلي ما كسبش. لكن انا بكلمك على تحكيم النهارده بمنتهى الامانه، مفيش خطا تحكيمي مؤثر النهارده على نتيجه المباراه او اثر خش، يعني كان سبب في هزيمه الاهلي او سبب في فوز الفريق البرازيلي، فالنهارده التحكيم بريء من النتيجه النهارده. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه التوضيحات.